السلام عليكم. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله في البداية بتاعة برنامج الإكسل اللي هي الجزء الثاني في أو الجزء الأول في المادة الثانية بتاعتنا. هناخد الإكسل، هناخد إيه هو برنامج الإكسل، هنتعلم عليه شوية كويسين، هناخد فيه بعض الدوال اللي بتستخدم في الإكسل عشان نبدأ نأدي بيها وظيفة معينة، وبعد كده هناخد جزء الباوربوينت، وان شاء الله هنبقى في الاخر كده في اخر شهر هناخد الايه برنامج الجافا وناخد عليه شوية برامج اساسية في البرمجة. برنامج الاكسل، البرنامج ده موجود من ضمن الباكج اللي منزلها شركة مايكروسوفت. الباكج دي كنا بنسميها ايه؟ بنسميها مايكروسوفت اوفيس، تمام كده. هو برنامج من مجموعة البرامج المكتبية اللي هي ايه اسمها مايكروسوفت اوفيس. احنا بنقول باكج، باكج يعني ايه؟ يعني برامج مكتبية. كويس، مين اللي عامل الباكج دي كلها على بعضها؟ اللي عاملها شركة مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت قالت والله احنا عايزين نساعد الناس في ان هم يستخدموا الكمبيوتر ويأدوا الوظيفة بتاعتهم بسرعة. طيب قالوا نعمل ايه؟ قالوا هنعمل لهم باكج. الباكج دي فيها مجموعة برامج متنوعة، فيها الوورد وفيها الاكسل وفيها الاكسس وفيها الباوربوينت وفيها الانترنت. بالمناسبة البرامج دي كلها مهمة جدا جدا لأي حد في الدنيا بيستخدم الكمبيوتر. الوورد مفيش أي بني آدم بيستغنى عنه، كل الناس دلوقتي بتكتب برامجها على الوورد. أي حاجة، تقرير، هيكتب مقالة، هيكتب بحث، هيكتب أي حاجة في الدنيا لابد إن هو إيه؟ يكتبه على برنامج الوورد. الإكسل زي ما هنشوف دلوقتي ونقول ده الراجل ده بيعمل عمليات حسابية، بيعمل تحليل للمعلومات او البيانات اللي داخلاله، اقدر امثل البيانات اللي داخلاله في جداول، تمام كده. كويس، بعد كده هو بيقوم معالج هذه البيانات دي عن طريق بقى الدوال المختلفة اللي هي موجودة عنده والبيانات المختلفة اللي هي موجودة عنده، ويقدر يحطها في ايه، في شكل رسومات بيانية زي مثلا الناس بتوع البورصة. بدل ما احط بقى ارقام كده وعماله تزيد وتقل فالناس اصلا هتتضايق، قال لك لا، طب ما انا احط الحاجات دي كلها في جدول، والجدول ده اروح ارسمه بيديني اشكال كده. بتشوفوا انتوا البورصه سهم نازل وسهم طالع وحاجات دي الاشكال، ده بيعمل الاكسل، تمام كده. كويس جدا. في برضه الاكسس اللي احنا بناخده برضه السنه دي، برنامج مهم جدا في التعامل مع قاعده البيانات، واحنا شرحنا الحاجات دي في الاكسس. بعد كده الباوربوينت برضو مهم جدا 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 للناس اللي بتعمل برزنتيشن. الدكاتره بيعملوا برزنتيشن للمحاضره عشان يبقى في صوره كده سهله الطلبه يفهموها. اي حد في شركه بيعمل برزنتيشن للناس مثلا عن موضوع معين فبيبدا يحطه في باوربوينت، اهو ده بقى الباوربوينت اللي احنا بنسميه برزنتيشن، عشان برضو يبدا يعرضه للناس في شكل لائق والناس تبدا تفهم الفكره بسرعه. فدي بقى نسميه باكج اللي هي عملتها شركة مايكروسوفت. الباكج دي جواها برنامج اسمه الاكسل، هندرسه ان شاء الله الترم ده. الاكسل زي ما قلنا بيقدر ينفذ عمليات حسابية، بيقدر يحلل بيانات طبقا للداتا اللي داخلها له، وباستخدام الفانكشنز او الدوال اللي موجوده جواه يقدر يحلل هذه البيانات، يقدر يمثل البيانات دي في جداول، ويقدر كمان يرسمها في رسومات بيانيه زي ما هنشوف ان شاء الله قدام. طيب يبقى برنامج بيعالج البيانات اللي بتدخله عن طريق استخدام الدوال المختلفه اللي موجوده جواه، ويقدر كمان يطلع البيانات دي في شكل ايه، في شكل رسومات، ويقوم البرنامج ده زي ما هنشوف دلوقتي هنلاقيه بيعمل ايه. هناخد كل التفاصيل بتاعته كمان شوية، لكن هو بيعمل ايه؟
اولا بيقدر، انا بقدر ادخل له بيانات وهو بيقدر يعالج هذه البيانات بسرعة جدا، وبعد كده هو بيقوم بتحليل البيانات دي وبيعرضها بصورة مختلفة زي ما هنشوف في عرض الرسومات البيانية اللي هو بيطلعها، شكل دايرة، شكل بارز اللي هي شكل أعمدة، شكل مش عارف ايه، هنشوف الحاجات دي كلها ان شاء الله قدام. طيب في دول كتيرة، هديلك مثال دلوقتي. مثلا لو انا عندي بيانات لطلبة، ناخد بالنا يعني نفرق ما بين البيانات هنا والبيانات في الاكسل في الاكسس. البيانات في الاكسل انا بدخل له بيانات حاجات بتعتمد اعتماد كبير على العمليات الحسابيه. الاكسس ما كانش بيعتمد على العمليات الحسابيه بس، ده الاكسس كان بياخد قاعده البيانات كلها واقدر منه اعمل استفسار او استعلام اللي احنا سميناه كويري، واقدر منه اعمل فورم، واقدر منه اعمل ريبورتات اللي هي التقارير. الحاجات دي كلها مش موجوده في الاكسل. الاكسل ده فقط بيعمل ايه؟ بيعمل العمليات الحسابيه، وده مهم جدا برضو، مش الموضوع مش ايه، مش سهل. هقول هديك مثال. لو احنا بنعمل عمليات حسابيه خاصه بتجميع مواد الطلبه والتقدير والدرجات والحاجات دي كلها، الحاجات دي بالنسبه للمانيوال، انا بقارنها بقى بالمانيوال مش بالاكسس. الاكسس حاجه خاصه بقواعد البيانات، اما ده خاص بالايه، بيانات هتدخل له عشان خاطر يعمل عليها عمليات حسابية، ومن ثم بعد كده يعرضها لي في شكل ايه؟ في شكل رسومات بيانية. اما الاكسس الوظيفة الاساسية له هو انشاء قاعدة بيانات، وبعد ما ينشئها يقوم رايح عامل عليها استعلام، عامل عليها واجهة، عامل عليها تقرير، الحاجات دي كلها زي ما هنشوف ان شاء الله في الاثنين. طيب يبقى الراجل ده وظيفته الاساسية في العمليات الحسابية، كويس جدا. تعالى بقى نشغل البرنامج ده، احنا النظري ما بيفيدش معانا في حاجه. تعال نشغل برنامج الايه، برنامج الاكسل. خد بالك زي ما قلت لك ان الاكسل موجود في باكج تبع شركه مايكروسوفت، فبالتالي هلاقيه جوه اسمه ايه، جوه باكج اسمها مايكروسوفت اوفيس. احنا عارفين الاوفيس جواه الوورد وجواه الاكسل وجواه الاكسس وجواه الباوربوينت وجواه الانترنت، كويس جدا. يبقى انا هلاقيه جوه مايكروسوفت اوفيس. بيقول لي عشان تشغل البرنامج ده روح على قائمة ستارت، هات اول بروجرامز، واختار منها مايكروسوفت اوفيس. ومن جوه مايكروسوفت اوفيس دي الباكج اهي، الباكج الكبيرة. من جوه بقى مايكروسوفت اوفيس اختار مين؟ اختار مايكروسوفت اوفيس اكسل 2010. طيب حلو قوي. لما اشغل ايه اللي هيحصل؟ هو هنا شغال على اوفيس 2010، تمام؟ طيب كده انا شغال هنا على اوفيس 2016. هدخل زي ما قلت لك كده كلمه ستارت، اول بروجرامز، ثم مايكروسوفت اوفيس، ثم مايكروسوفت اكسل، كويس جدا. تعالى كده اهو، انا هنا الويندوز بتاعي ويندوز 10، فمش هيديني كلمه ستارت على الشمال. لكن انا لو جيت هنا ونزلت بالراحه هلاقي ايه، الاكسل، تمام؟ طيب كده اضغط عليه هيقوم رايح فاتح لي ملف اكسل جديد، تمام؟ طيب كده هقول له هات لي بلانك ورك بوك، اهو ده ملف اكسل اهو. هقفل ده خالص اهو وافتح تاني. انا يا عم مش عاجبني قائمه ستارت وقول بروجرام اللي انت بتقول عليها ديت ومايكروسوفت اوفيس والحاجات دي كلها، بطريقه سهله جدا اهي، سهله اهي. كليك يمين على اي مكان فاضي في الديسك توب، نركز مع بعض بقى. كليك يمين على اي مكان فاضي في الديسك توب واقول له اهو كليك يمين، هقول له نيو، هيقوم ظاهر لي ويندو تانية كده صغيرة، شايفين كده؟ امشوا كده عليها بالراحة، فولدر، شورت كات، مايكروسوفت اكسس، ده لما نيجي بقى نشتغل اكسس هفتحه لكم، بيت ماب ايمج لو انا عايز اشغل حاجة على ال 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 هعمل صورة واعمل لها شوية حاجات كده، مايكروسوفت وورد دوكيومنت، اكسس داتابيز زي الاكسس بالظبط، هما الاثنين واحد، مايكروسوفت باور بوينت لما نيجي عند الباور بوينت هبفتحه لكم، والوين رار والريتش تكست والتكست دوكيومنت اللي عايز افتح تكست، واهو مايكروسوفت اكسل وورك شيت، هضغط عليه هيقوم قال انت عايز تسميه ايه؟ سيبه يعمل زي ما هو اسمه، نيو مايكروسوفت اكسل وورك شيت. عايز تغير اسمه مثلا نخليه مثلا ايه؟ نخليه مثلا كي اتش، ما فيش مشكله خالص، واقوم ضغط انتر، واقوم ضغط كمان انتر اهو. هيقوم فاتح لي مين؟ هيقوم فاتح لي صفحة مين؟ صفحة الإكسل
الواجهه بتاعت الاكسل اللي هي قدامي دي. شوف ده بنجيبه ازاي؟ عندك طريقتين، يا اما اروح على اي مكان فاضي في الديسك توب واقول له كليك يمين اهو ونيو اهو ومايكروسوفت اكسل ورك شيت واقوم قايل انتر انتر، او من لو انتوا شغالين بقى على ويندوز 7 هتقوم قايل له هات لي كلمه ستارت، وتقوم رايحين على اول بروجرام ثم مايكروسوفت اوفيس، ومنها تختاروا ايه اكسل ورك شيت او مايكروسوفت اكسل ورك شيت. كويس جدا، فتح الاكسل اللي قدامنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هروح بقى وشوف الكتاب بيقول ايه. هات الاكسل اللي فتحناه، بيقول الواجهة الرئيسية لبرنامج الاكسل. الواجهة الرئيسية لبرنامج الاكسل هلاقي فيها اول حاجة شريط العنوان. هقول لكم بقى فين دلوقتي، هو الشريط العلوي في النافذة، ماشي، بيحتوي على اسم الملف، جميل جدا. عند فتح الملف جديد هيدينا حاجة اسمها بوك 1 زي ما شفنا دلوقتي، وعند حفظ الملف باسم اخر فان هذا الاسم الجديد يظهر على شريط العنوان. كويس جدا، فين شريط العنوان يا دكتور؟ اهو هذا الاكسل اهو، شايفين ده اللي فوق ده اسمه شريط العنوان. شفتوا مش انا كنت مسميه كي اتش؟ والاول خالص لما كنت مسميه كان مديهولي بوك 1. هقول لكم بوك ليه، وسموه بوك ليه. عارفين برنامج الوورد بيفتح بيجز، بيج 1 بيج 2 صفحات، صح؟ صفحة 1 صفحة 2، كلنا اشتغلنا على الوورد. بيفتح ايه صفحات؟ صفحة 1 صفحة 2 صفحة 3 صفحة 4. برنامج الاكسل لما بيجي يفتح بيفتح لي بوك او ما يسمى بالورك شيت. الاثنين واحد، بوك او ايه؟ بوك او ورك شيت. ده قبل ما انا اسميه كي اتش كان اسمه بوك 1. ليه؟ لان البوك عباره عن كذا شيت، اهو ده شيت واحد. هقول لكم دلوقتي ازود شيت ازاي، من علامه الزائد دي او اضغط عليها يديني شيت 2، اضغط عليها يديني شيت 3، اضغط عليها يديني شيت 4. يبقى الديفولت بتاع الاكسل ان هو بيفتح في شكل ايه؟ في شكل بوك، كتاب. كل كتاب عباره عن مجموعه من الشيتس، مش البيجز بقى، شيتس. اهو شيت 1 شيت 2 شيت 3 اهو 2 شيت 3، كل ما اضغط على علامه الزائد دي يديني ايه؟ يديني شيت زياده. بحكم ان الكتاب فيه كذا شيت، مش هقول بيج بقى، البيج ده فيه وورد، لكن هنا بنسميه ايه؟ بنسميه شيت. كويس جدا، عشان كده كان بيسمى الاول ورك شيت او ورك بوك. ده الديفولت بتاع البرنامج، بيديني عنوان الاكسل فايل بتاعي كانه ايه؟ كانه كتاب، ورك بوك او ورك شيت. ليه؟ لانه مكون من مجموعه من الشيتس. كويس جدا اهو، يبقى ده شريط العنوان، هو اللي هو اعلى حاجه في البرنامج، اللي هو مكتوب فيه ايه؟ اسم الفايل بتاعي اللي هو كي اتش. كويس، بعد كده شريط الادوات. شريط الادوات ده عباره عن مجموعه من التبويبات، كل تبويبه فيها مجموعه من الاوامر، وكل امر بيحتوي على عده اوامر تانية. فين يا دكتور التبويبات ده؟ اهو شايفين ده اللي انا بشاور عليه ده، فايل هوم انسيرت بيج لاي اوت فورمولا داتا ريفيو فيو هيلب اكروبات. دي اسمها تبويبه، يعني فايل دي فيها تبويبه، و انسيرت دي فيها تبويبه، وبيج لاي اوت تبويبه. وبيقول لك كل تبويبه بتحتوي على مجموعه من الاوامر، وكل امر بيحتوي على مجموعه من الاوامر الثانيه. اهو مش دي تبويبة هوم، فيها مجموعة من الأوامر أهي، في أمر اسمه كليب بورد أو الحافظة، وفي أمر اسمه فونت، وفي أمر اسمه ألاينمنت، وفي أمر اسمه نمبر، وفي أمر اسمه ستايل، وفي أمر اسمه سيلز، وفي أمر اسمه إيديت. ده كل أمر كمان في مجموعة من الأوامر، يعني الفونت فيها بولد اللي هو تخن الخط، فيها إيطاليك اللي هو ميل الخط، فيها أندرلاين حط تحتيه خط، فيها نوع الخط نفسه هتختار نوع الخط إيه، واحد اي واحد من ده، وشوفوا انواع خطوط كتيره جدا اهي. وفيها كمان حجم الخط عايزينه كام، لو انا عايز اكتب حاجه من عندي اكتب مثلا 13 اقول له انتر، هكبر واصغر. الالاينمنت في منها شمال في النص يمين، حاجات كتيره جدا. يبقى
دي الصفحة بتاعت الإكسل. أول حاجة شريط العنوان، فيه العنوان وفيه علامة اللي هي المينيمايز والماكسمايز، دي أطلع أنزله تحت أو أطلعه فوق، وفي علامة اللي هو المربعين اللي فوق بعض دول، أعمل ريستور داون وريستور أب، يعني أكبر الصفحة وأصغرها، وفي علامة الإكس اللي بقفل منها البرنامج. تحتيها على طول شريط اسمه شريط التبويبات، تابز الايه التابز بار اللي فيه الفايل والهوم والانسيرت والبيج لي اوت والفورمولا والديتا والريفيو والحاجات دي. كل تبويبه جواها مجموعه من الاوامر، اهو بروفينج اكسسبيليتي انسايت لانجوج، كل امر جواه مجموعه من الاوامر التانيه. زي ما قلت لكم في انسيرت هلاقي مثلا عندي تشارتس، عايز اضيف ايه التشارت شكل معين، ده فيه انواع كتيره جدا للتشارت، شوفوا انواع قد ايه هتجيلي دلوقتي ونشوف التشارت صراحه قد ايه. ونشوف برضو في الهوم هلاقي عند الفونت فيها حاجات كتيره، الالاينمنت فيها حاجات كتيره، النمبر فيها حاجات كتيره وانواع كتيره والحاجات دي كلها، شوفوا النمبر فيها انواع قد ايه، دي كلها اوامر تانية. كويس. وايه كمان يا دكتور؟ في كمان اللي احنا قلنا عليه التبويبات اهو، سواء كان فايل او هوم او انسيرت، كل تبويبه دي من دول فيها مجموعه من الاوامر. في بقى مجموعه الاوامر دي اوامر متعلقه ببعضها، بستخدمها لتنفيذ مهمه محدده او مهام محدده، وزي ما هنشوف طبعا في خلال الايه خلال الكورس بتاعنا. طيب الاوامر طبعا سهم صغير بالزاويه اليمنى والابتدا، هنشوفها ان شاء الله على طول. احنا شيل اهو الالاينمنت، لو عايز اعمل الالاينمنت اضغط على السهم ده، هو ده السهم اللي هو قصده عليه. هلاقي الالاينمنت كامر فيه مجموعه تانية من الاوامر كتيره، فيه نمبر وانواع للنمبر. يعني ايه؟ مثلا بدخل مرتبات موظفين، والمرتبات دي هتدخلها بالدولار ولا بالجنيه المصري؟ في حاجه اسمها كرنسي، هل انت عايز بالجنيه المصري ولا عايز بالدولار ولا عايز بالامريكان دولار ولا عايز الحاجات دي كلها؟ دي كلها امور تانية هنشوفها ان شاء الله خلال الدراسه. الالاينمنت نفس الحكايه، انت عايز الكلام يكون في العادي ولا تاخده بزاويه، والحاجات دي كلها هنشوفها خلال الدراسه. تمام. شريط الحاله هو الشريط اللي اسفل النافذه، يحتوي على مجموعه معلومات حول الملف المفتوح. شريط الحاله فين؟ اهو اللي انا بشاور عليه ده، اهو ده اهو اسمه شريط الحاله. لما اكتب كلام في الشيت اللي قدامي ده هلاقي شريط الحاله هنا بيظهر لي الايه؟ بعض الكلام الخاصه بالشيت اللي انا واقف عليه. بعد كده شريط ورقه العمل ده بيحتوي على تبويب لكل ورقه عمل، يمكن منها التنقل بين اوراق العمل وانشاء ورقه جديده. هو فين ده؟ اهو ده ورقه عمل، اهو ورقه العمل الاولى. مش شيت يعني ورقه؟ دي ورقه العمل الاولى، فيها الداتا اللي خاصه بيها، ودي اهي ورقه العمل الثانيه فيها الداتا اللي خاصه بيها، ودي ورقه العمل الثالثه فيها الداتا اللي خاصه بيها، وهكذا. ده ورقه العمل. طيب بعد كده شريط الصيغه. شريط الصيغه ده بيتم فيه اظهار بيانات الخليه المحدده او الصيغه التي تحتويها، ويوجد في نهايته زرار التمديد لتوسيع شريط الصيغه. اهو ده شريط الصيغه، اهو ده بيسموه الفورمولا بار، بيسموه الايه؟ الفورمولا بار. تمام كده؟ لو وقفت على الخلايا دي وقلت له مثلا يساوي سم، اهو بيقوم رايح كاتب فين؟ في شريط الصيغه اللي انا بكتب فيها. ده شريط اسمه شريط ايه؟ اسمه شريط الصيغه. كويس جدا. بعد كده زرار اف اكس اللي هو الفانكشن، يستخدم لادراج داله جديده وتحديد الصيغه. ما هو ادي الاف اكس اهو، فهو ده بيقول لي انسيرت فانكشن، ده اللي خاص بالايه؟ بالصيغه بتاعتي عشان اضيف داله جديده. ماشي. مربع الاسم واظهر اسم الخليه، فين ده؟ اهو شايف ده؟ اسمه جي 9. ليه؟ لان انا واقف شايفين الخضار ده على المربع ده؟ هقول لك دلوقتي هو سماه جي 9 ليه؟ لان انا واقف على الصف رقم 9 والعمود اللي اسمه جي اهو، فتقاطع العمود مع الصف بقى اسمه جي 9. شوف لو وقفت هنا مثلا اهو، ها قولوا كده كام؟ جي 14 اهو، جي 14. طب لو وقفت هنا يبقى ايه؟ 10. كويس جدا. هقول الحاجات دي دلوقتي. هو بس كده بناخد ايه؟ بناخد نبذه، يعني
حاجه كده يعني من بره اوفر فيو على البرنامج الاكسل اللي بيفتح لي ازاي. ورقه العمل، لكل ورقه علامه تبويب اسفل الملف اللي احنا قلنا عليها شيت 1 شيت 2 شيت 3 واحنا ماشيين كده، بيكتب عليها اسم ورقه العمل زي شيت 1 مثلا. كل ملف اكسل بيتكون من عده اوراق عمل زي ما انت عايز بقى، عايز ورقه واحده ماشي، عايز اتنين زود، عايز تلاته زود، عايز الف زود، زي ما انت عايز ماشي. ورقه العمل بقى بتتكون من ايه يا دكتور؟ ورقه العمل بتتكون من مجموعه من الاعمده، ودي بتسمى بأحرف من A لغاية مثلا ZZ. ليه اللي هي ZZ يعني؟ ليه ZZ؟ أولا أهو الأعمدة أهي A، العمود A، العمود B، العمود C، العمود D، العمود E، العمود F، العمود G، وأنا ماشي كده. الشيت الواحد مثلا لو ده شيت واحد، الشيت الواحد كل شيت يعني في ملف الإكسل اكبر عدد اعمده فيه بتبقى 256 عمود. شوفوا هفضل ماشي كده اهو لغايه ما اوصل ل 256، بدأ اما اخلص عند زي خد احتماليه كل واحد تاني A و A B و A C لغايه ما اوصل عند A Z اهو A Z، هيبدأ يقول ايه بي اي، بياخد احتماليه كل واحد مع التاني لغايه ما يوصل ان هو يعمل احتماليات ل كل واحد مع التلاتة ما يوصل لزي زي. فده هيبقوا كام صف، كام عمود؟ هيبقوا 256 عمود. تمام كده؟ كويس جدا. طيب بعد كده هلاقي ورقة العمل برضو بتتكون من مجموعة من الصفوف اهي، روز او صفوف. الصفوف بتترقم 1 2 3 4 اهو، الصف اهو الصف الاول اهو، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، لو قطع صف هم علموه لي كله اهو، الصف الخامس، الصف السادس. طب يعني كل شيت فيه كام صف؟ اعلى رقم من الصفوف 65536 صف، يبقى اعلى رقم من الاعمده 256 عمود. اعلى رقم من الصفوف يعني يفضل يعد لغايه كام؟ 65536 صف. السيلز الخلايا بقى، هو المربع الذي يلتقي فيه العمود مع الصف وبيسمى خليه. فين اهو شايفين المربعات الصغيره دي اسمها خلايا، اسمها ايه؟ خلايا. والخليه دي هي اللي بكتب فيها البيانات الخاصه بملف الاكسل. تمام كده؟ الخلية دي بتسمى ازاي؟ بتسمى بتقاطع العمود مع الصف. الخلية بتسمى ازاي؟ الخلية بتسمى بتقاطع اهو، تقاطع العمود. لو انا اخدت العمود ده كله وقمت واخد الصف ده كله اهو، الخلية دي اللي انا واقف عليها دي اسمها ايه؟ اسمها H9. هو كاتبها اهو، مش ايه 9 بقى اهو، اتش 9 اللي هو كان معلم على دي، الخلايا دي اللي كنت واقف عليها اهو. طيب قولوا لي كده انتوا بقى الخلايا دي اسمها ايه؟ ده اهي اسمها ايه؟ اسمها دي 5. طب الخلايا دي اسمها ايه؟ ال 9. جميل. والخلايا دي اسمها ايه؟ دي 14. والخلايا دي اسمها ايه؟ قبل ما اهو اللي هي عليها السهم دي اسمها ايه؟ جي 6. جميل جدا كتبها اهو. والخلايا دي اسمها ايه؟ كي 10 اهو، كي 10 كتبها هنا اهو. كويس جدا ماشي. ده احنا لسه بندي ايه اوفر فيو كده عن الموضوع. بعد كده هو بيقول له اهو ده شروط العنوان اللي فيه بوك 1 مايكروسوفت اكسل، ده اسمه شروط العنوان. بعد كده شروط الادوات اللي هو اللي احنا سميناه التبويبات او التاب بارز، اللي فيه فايل وهوم وانسيرت وبيجري اوت وده الحاجات دي كلها. وكل تابه من دي او كل تبويبه من دي جواها مجموعه من الاوامر، وكل امر جواها مجموعه تانية من الاوامر ماشي.
وده شريط الصيغة اللي احنا سميناه اللي هو ده اللي واقف جواه ده اللي اسمه فورمولا بار، وده زرار ادراج صيغة اللي هو اسمه فانكشن اف اكس، ده اسمه ادراج صيغة، وده مربع الاسم اللي هيكتب فيه اسم العمود والصف يعني، او اسم تاخد الاثنين مع بعض، مربع الاسم او عنوان العمود، ده فيه عنوان العمود اللي هو اللي واقف ماشي عليه ده اللي هو اي بي سي دي والحاجات دي كلها، ده عنوان العمود، ده 1 2 3 4 وانا ماشي ده عنوان الصف كويس، ده اللي هو المعلم عليها بالاسود دي تقاطع العمود مع الصف اللي سميناها خلية اللي هي سي 8، تقاطع العمود مع الصف، وده اسمه شريط ورقة العمل لأنه معلم على شيت واحد وفي كمان جنبيه شيت اتنين وشيت تلاتة، وده اسمه شريط الحالة، ودي كلها على بعضها اسمها ورقة العمل. اسمها ايه؟ يعني دي المكان اللي احنا هنشتغل عليه في ملف الاكسل، ده المكان اللي هنشتغل عليه فين؟ اللي هنشتغل عليه في ملف الاكسل. التعامل مع الخلايا، يتم التعامل مع الخلايا وكمان الأعمدة والصفوف بحاجات. ايه هي الحاجات؟ ممكن انسخ بيانات، ممكن ألزق بيانات، ممكن أسحب بيانات، ممكن أحذف بيانات. تعالوا نشوف إدخال البيانات إزاي. تعالوا نشوف إزاي أدخل بيانات. بيقول لي الكتابة داخل خلية، عشان أكتب داخل إيه؟ عشان أكتب داخل خلية الأول لابد إن أنا أحدد الخلية وأكتب فيها اللي أنا عايزه، سواء كان بقى كتابة نصية زي مثلا أحمد محمد، كتابة رقمية زي مثلا 2 3 4 5 1.5 2.5 3.5، دوال، دوال لجمع، دوال لطرح، دوال لضرب، دوال اللي بتجيب حاجة معينة، دوال اللي أيا كان، زي ما نشوف إن شاء الله. أنواع البيانات بقى اللي أنا ممكن أدخلها الخلايا، ممكن البيانات دي تبقى بيانات رقمية، ممكن تكون بيانات رقمية، البيانات اللي بتتكون من أرقام إزاي؟ أهو أدي أول خلية أهي اللي اسمها A1، ممكن مثلا ادخل فيها مثلا 20، واللي جنبيها 22، واللي تحتيها 23، واللي جنبيها 25، واللي جنبيها 30، واللي تحتيها مش عارف 50، واللي تحتيها مش عارف 20، واللي فوقيها 25 30، وانزل وادخل ارقام دي بقى اهو، ممكن يكون 20.5 عشان محدش يقول لي ده ارقام كلها صحيحه، اهو 20.66% مش عارف 2 ومش عارف كذا 3 وكذا، تمام كده؟ دي أول نوع من أنواع البيانات اللي هي البيانات الإيه؟ الرقمية. طبعًا الرقمية ممكن يكون عدد صحيح وممكن يكون إيه؟ عدد كسري، اللي هو عدد صحيح وكسر، إحنا بنسميه الفراكشن، تمام كده؟ كويس جدًا، وأحط مثلًا 22 و5 من 10، أهو، دي بيانات، تمام كده؟ أنا كتبت بيانات رقمية في الخلايا اللي قدامي دي. بعد كده البيانات النصية، هي البيانات اللي تتكون من حروف فقط. زي ايه مثلا؟ اجي هنا مثلا اقول له مثلا احمد محمد اهي، مش عارف علي ابراهيم مثلا، اقول له مثلا محمود مثلا اي حاجة، محمود علي مثلا، اهو دي بيانات ايه؟ دي بيانات نصيه. شايفين انتوا هنا احمد محمد، انتوا بيتهيألكوا ان الكتابه دخلت في الخلايا اللي جنبيها صح؟ ودي نفس الحكايه ودي نفس الحكايه. عشان دي توضح اعمل يعني ايه توضح؟ عشان اخلي حجم الكتابه على قد حجم الخلايا بالظبط اعمل ايه؟ اوعى حد يسحب من هنا بايده، لا اوعى حد يسحب منين؟ يسحب من هنا بايده، تقوموا عاملين ايه؟ تقفوا على العمود اللي فيه الكتابة اهو، وتقوموا متحركين بالماوس لغاية ما تجيبوا علامة الزائد الكبيرة دي اهو، وتقوموا ضاغطين عليها دبل كليك اهو، هيخلي حجم الكتابة في العمود او في الخلية قد حجم الخلية بالظبط. نقول تاني، نقول تاني، نرجع كنترول زي اهو، اعمل ايه؟ احدد العمود، حددت العمود اللي فيه الكتاب، الكلام المكتوب يعني اللي انت عايز تخلي حجم الكلام فيه او حجم الحروف فيه قد حجم الخلية بالظبط،
دلوقتي انت لاحظت ان حجم الحروف زاد وراح في الخلايا اللي جنبيها، تعمل ايه؟ هتقوم رايح واقف على العمود وتتحرك بالماوس لغايه ما تجيب علامه الزائد الكبيره دي، وتقوم ضغط عليها دبل كليك. حلو جدا، هيقوم مخلي لك حجم الكتابه قد ايه؟ قد حجم الخليه بالظبط. لو انت عايز بقى، هنشوف الحاجات دي قدام، لو عايز تخلي الكلام ده في النص، حدد اللي انت عايزه اهو، وتقوم ايه رايح ضغط في النص هنا، هيقوم مخلي لك الكلام ايه؟ الكلام في النص بالظبط. كويس جدا، تعالى نشوف الكتاب بيقول ايه. بيانات الوقت والتاريخ، ينفع تدخله هنا بيانات وقت وتاريخ، اللي هو مثلا 22/4 مثلا 2021 مثلا، ينفع اهو خد وقت وتاريخ، ينفع ادخل له وقت وتاريخ. تمام كده، لان اصلا من انواع البيانات اللي هي نمبر دي، في عندي اصلا ديت وتايم اهو، تايم، وفي كمان هنلاقي ايه، هنلاقي الديت كمان مع التايم ده، يعني ينفع ادخل له الاثنين، مفيش اي مشكله خالص. المعادلات عباره عن صيغ رياضيه يتم ادخالها في الخليه لتعطي نتائج، تظهر النتائج في الخليه بدلا من المعادله. ازاي؟ عند ادخال المعادلات والعمليات الرياضيه من اللازم اولا كتاب. الراجل ده بيقول لي ينفع اكتب معادلات، اه تعالى اوريك اكتب معادلات ازاي. تعالى بقى كده نقول، لو انا مثلا عايز اجمع الحاجات دي مع بعضيها، معادله يعني ايه؟ معادله مثلا عايز اجمع، اقول له مثلا صم دي داله جمع، تمام كده؟ اه. بس هو بيقول له خد بالك بقى، عشان تعمل عمليه رياضيه في برنامج الاكسل، لابد انك قبل ما تعمل العمليه دي تكتب كلمه يساوي في الاول، يساوي. لو انت عايز تجمع دول كلهم مع بعض، تقوم قايل له ايه؟ تقوم قايل له اسم الخليه، يعني تقوم واقف عليها اهو، وقفت عليها يوم هو كاتبها لوحده، وتكتب كلمه زائد من الكيبورد اهو، وتقوم رايح واقف على الخليه الثانيه اهو، هو يكتبها لوحده، وتكتب كلمه زائد اهو، وتقوم رايح واقف على الخليه الثالثه اهو. طالما هكتب معادله رياضيه بالمنظر ده، لابد اعمل قبلها ايه؟ قبلها علامه يساوي، تمام كده؟ واقوم قايل له انتر. هيقوم جمع 20 زائد 22 زائد 30 كام؟ 72. يبقى هو بيقول لي اهو، من ضمن البيانات اللي اقدر ادخلها الاكسل المعادلات. معادلات يعني مثلا عايز اجمع حاجه، عايز اطرح حاجه، عايز اضرب حاجه، عايز اقسم حاجه، عايز استخدم مثلا داله من نوع معين، وهكذا. اعمل ايه؟ قال لي قبل ما تعمل العمليه الرياضيه، لابد اهو تكتب كلمه يساوي قبل العمليه الرياضيه، وبعد كده اقول له الارقام اللي انت عايز تجمعها، تمام كده؟ تمام كده. غير كده هيديني رساله في خطا، اسمها ايه؟ اسمها هاش فاليو. هاش ايه؟ هاش فاليو. ده لك كمان، خد بالك اكتر من كده كمان، بيعمل ايه؟ ده الراجل ده يمكن ادخال الصيغ باستخدام اسم الخليه او نطاق الخليه، تمام كده؟ يعني مثلا لو انا عايز اجمع 4 زائد 5، احنا عارفين هي 9 صح؟ اهو بروح اقول له اهو، اهو يساوي 4 زائد 5، 5 زائد 4 هيقوم قايل لي كام؟ 9. لو ما كتبتش يساوي هيكتب لي 4 زائد 5 زي ما هي، لو قلت له انتر هيكتبها زي ما هي، دي عمليه حسابيه، فلابد اكتب قبلها ايه؟ يساوي اهو، واقوم قايل له انتر، هيقوم جامع. دي كده انا بجمع ارقام وحروف على يعني ارقام على بعضها، اسف، ارقام على بعضها. لكن بقى لو عايز اجمع محتوى خلايا، وده الاشمل بالنسبه لايه؟ للاكسل والتعامل مع الاكسل. محتوى خلايا زي انا ما وريتكم هنا كده، انا مش عايز اقول له 20 زائد 22 زائد 30، لا، انا عايز اقول له خد الخليه الاولى اللي اسمها ايه واحد، واجمعها على الخليه الثانيه اللي هي بي واحد، واجمعها على الخليه الثالثه، واديني نتيج اهو. لو ضغطت دبل كليك عليها هلاقيها زي مكتوبه زي ما هي، يساوي اي واحد زائد بي واحد زائد سي واحد. فكده اديته محتوى خلايا، اديته ايه؟ اديته اسم الخليه، وهو راح اخذ محتواها. شوف اهو، اديته اسم الخليه او ما يسمى بنطاق الخليه اللي هي ايه واحد وبي واحد وسي واحد. هو بقى لما جمع عمل ايه؟ راح اخذ محتوى الخلايا دي وجمعها على بعضها. شوف اهو، يساوي اي واحد زائد اي اتنين، اخذ محتوى الخلايا وجمعها على بعضها. فده برضه نوع من انواع البيانات اللي انا ممكن ادخله للاكسل. طيب اهو، 5
و12 وقال له يساوي اجمع ايه واحد زائد ايه اتنين عادي خالص. تعال نجرب اهو، هحط مثلا هنا مثلا 10، واحط هنا مثلا 20، واحط هنا 30، واحط هنا 40، واحط هنا 50 اهو. عايز اجمع دول على بعض اقول له ايه؟ هقول له يساوي اهو الخلية الاولى اقف عليها بس هو يكتبها، زائد الخلية التانية هقف عليها هو يكتب، زائد الخلية التالتة هقف عليها هو يكتب، زائد الخلية الرابعة هقف عليها هو يكتبها، زائد الخلية الخامسة لو قلت له انتر هيديني مجموعهم اللي هو 60 150 اهو 150 اهو. تمام كده؟ الاول خلية كانت هي اي 3، الخلية التانية كانت هي اي 4، الخلية التالتة كانت هي اي 5، الخلية الرابعة كانت هي اي 6، الخلية الخامسة كانت هي اي 7، اي 7 اه، خدتهم مجموعهم على بعض. فانا كده خليته يجمع ايه؟ خليته يجمع، انا اديته بس اسم الخلية وهو راح اخد محتوى الخلية ده وجمعه. ده هيفيدني في ايه؟ هقول لكم دلوقتي حالا هيفيدكم في ايه؟ افضل من ان انا اقول له اجمع لي 10 زائد 20 زائد 30 زائد 40 زائد 50. هتبان افضليته دلوقتي حالا. تعالوا كده اهو، في حاجه اسمها الملي التلقائي. يعني ايه الملي التلقائي؟ عبال لما تيجي هقولها لكم تاني. الملي التلقائي يعني ايه؟ شوف بقى، ده الفرق بقى ما بين المانوال، ان انا اشتغل مانوال، وان انا اشتغل بايه؟ وان انا اشتغل بالكمبيوتر. لو انا عايز اجمع ده زائد ده زائد ده هو كمان، طب لو انا عندي مثلا 1000 طالب ودي درجاتهم في المواد وانا عايز اجمع درجاتهم هنا بعمل ايه؟ خد بالك بقى من حاجه، الاكسل اللي بيديني حته جباره في الحاجات دي. لو انا بعمل بي دي هقول له 20 زائد 22 زائد 30 يساوي، واطلع 25 زائد 23 زائد 25 يساوي. طب هو انا بستخدم الكمبيوتر عشان اقعد اعمل كده؟ طب ايه الفرق ما بينه وما بين المانوال؟ حتى الحاجة التانية ما ينفعش اقول له 25 زائد 23 زائد، ده انا ابسط حاجة اقول له اجمع لي ايه واحد مع بي واحد مع سي واحد وطلع لي النتيجة. طب ماشي، ايه الفايدة بقى يا دكتور من كده؟ شوفوا شوفوا الجمال بقى، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. مش ده المربع الاخضر ده اهو شايفينه؟ اه شايفين المربع الصغير ده؟ هتحرك عليه بالماوس لغاية ما يدينا علامة زائد صغيرة كده، لغاية ما يديني ايه؟ علامة زائد صغيرة كده، واقوم ساحب دراج، اسحب دراج. يا خبر ابيض، جمع لي الباقي كله لو حتى مليون طالب. شوف جمعهم لي كده في ايه؟ هفوه. شوف، لكن لو كنت قلت له 20 يساوي 20 زائد 30 زائد 40 زائد، ولا طيب انا في ايه الفرق ما بين دلوقتي ما بين ان انا اقول كده وبين ان انا استخدم الكمبيوتر وبين ان انا احل بايدي؟ ولا اي فرق. لكن هنا بقى ظهر جمال الكمبيوتر، ظهر جمال الاكسل، ان انا ابصيله اي حاجه في الدنيا هو يجمعها، وانسي بس ان انا اقف على المربع الصغير الاخضر ده هيديني علامه الزائد الصغيره، اسحب دراج هيقوم يديني النتيجه، ولو ما كانش فيه ارقام هيديني هنا زيرو. صح كده؟ 100 100، دي فايده كبيره جدا اسمها الملي التلقائي. هنشوفها دلوقتي. ضبط اتجاه ورقه العمل بيقول لي بقى، لو هي فاتحه يمين وانت عايز توديها ناحيه الشمال، لو هي فاتحه شمال وانت عايز توديها ناحيه اليمين اعمل ايه؟ قال لي روح على بيج لي اوت واختار ايه الشيت اوبشن، هيديك شيت رايت تو ليفت او ليفت تو رايت اهو. مش هنا انا بكتب من ناحيه الشمال؟ اه، لو رحت على بيج لي اوت وقلت له روح لي على شيت رايت تو ليفت هيقوم مديها ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين، ولا اي حاجه، عادي خالص يعني مفيش اي مشكله. طيب بعد كده التحديد، لو انا عايز احدد خليه مفرده بعمل ايه؟ بقف عليها اهو بيقول لي قوم بتحديدها. لو عايز احدد خلايا متجاوره بعمل ايه؟ شوفوا بقى، هو هنا بيقول لي سيبكم الكلام اللي مكتوب ده، هقول لكم هو يعني نفس الكلام. تعالى ادى الملف الاكسل بتاعي اهو. لو انا عايز احدد خليه مفرده اهو بقف عليها، احدد دي بقوم واقف عليها، احدد دي بقوم واقف عليها بس وخلاص بالماوس. تمام كده؟ حلو. لو انا عايز احدد زي هما بيقول كده مجموعه من الخلايا المتجاوره، تعالوا كده اهو، عايز مثلا احدد دول عملتهم بالماوس اهو، وقفت على اول واحده وقمت ساحب الدراج وماشي لغايه ما اوصل اخر واحده. طب في حل تاني يا دكتور؟ هقول لك اه، في حل تاني. اقف على اول واحده
واقف على واضغط شيفت اهو، وقفت على اول واحده اهو، واضغط شيفت بايدي الشمال واروح اقف على اخر خليه اهو، هيقوم محددهم كلهم. جميل جدا. اللي بيسري على الخلايا بيسري على الاعمده وعلى الصفوف. لو عايز احدد عمود اقف على اسم العمود اهو، لو عايز احدد مجموعه من الاعمده وانا اهو اسحب دراج لغايه اخر واحد انا عايزه، او احدد اول واحد واضغط شيفت واقوم واقف على اخر واحد وضغط بالماوس، هيقوم محددهم لكلهم. احدد صف اقف على اللي انا عايزه، اقف على اللي انا عايزه. لو مجموعه من الصفوف المتجاوره لابد يكونوا متجاورين، هضغط مثلا على اول واحد مثلا بيقول لي علم مع العمود من 5 ل 10، هقوم واقف على 5 اهو، واقوم ضغط شيفت اهو، واقوم ضغط على 10 اهو. اما حدد لي الصفوف من الاعمده الكام ل 10. طيب لو مجموعه من الخلايا الغير متجاوره، يعني مثلا عايز الخليه دي ودي 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 ودي، اعمل ايه؟ اضغط على واحده واضغط كنترول، كنترول اللي هي كاترل من الكيبورد اهو، اضغط على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي اهو، ما اشيلش ايدي على الكنترول خالص طول ما انا ماشي، اضغط بس كده باليمين وايدي الشمال على زرار الكنترول اهو. يبقى ده انا حددت كده مجموعه من الخلايا الغير متجاوره. اللي هيسري على الخلايا هيسري على الاعمده والصفوف، نفس الحكايه اهو، على اول عمود واضغط كنترول، وعلى العمود دي وتفضل ضغط كنترول ما تشيلش ايدك خالص، على العمود اتش، العمود كي، العمود ام، العمود اي، اي حاجه. تمام كده؟ نفس حاجه نفس الكلام الصفوف، اول صف واضغط كنترول، الصف التالي، الصف الخامس، الصف السابع، الصف التاسع، الصف العاشر، الصف ال11، الصف ال12، الصف ال18، مفيش مشكله خالص طول ما انا ضغط بس. المهم اضغط ايه؟ طالما مجموعه من الصفوف الغير متجاوره او الاعمده الغير متجاوره او الخلايا الغير متجاوره، هضغط بس على اول واحده احدده، وبعد كده اضغط على زرار ايه؟ زرار كنترول، وبعد كده اضغط بقى على اي حاجه انا عايز احددها بعد كده. كلام جميل. بعد كده المتباعدة، خدنا برضو المتباعد، قلنا زرار كنترول هو ده اللي بيتحكم لي في الحوار كله. بعد كده بشوف مين، أعمدة أو صفوف مفردة، أعمدة أو صفوف متجاورة، أعمدة أو صفوف إيه. تحديد بقى ورقة العمل بأكملها، بعمل إيه؟ عندي حلين. مش دي ورقة العمل اللي هي قدامها أهي؟ أه. يضغط كنترول إيه هتقوم متحددة كلها، تمام كده؟ يقوم ضاغط، شايفين أنتوا السهم ده اللي هو في اقصى اليمين ده، لو كان الشيت بادئ من هنا هلاقيه في اقصى الشمال هنا، هضغط عليه هيقوم محدد الصفحه كلها اهو. دي متحدده بالمناسبه، دي كمان متحدده، تمام كده؟ يعني دي متحدده، مش متحدده، لا ده متحدده. حتى لو نزلت هنا بالماوس هلاقي، شوفوا اهو، انا عمال انزل والشيت كله متحدد كله. جميل جدا. يبقى يا اما اضغط كنترول A، يا اما من السهم اللي هو موجود فين؟ السهم اللي هو موجود هنا في الاول ده. كويس جدا. بعد كده التعامل مع محتويات الخليه. هعدل بقى محتويات خليه، هاخد كوبي، هاخد بيست، الحاجات دي ان شاء الله الحاجات دي هنشوفها المره الجايه في الفيديو اللي جاي.